في ظل الأحداث الإقليمية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين، استضافت المملكة الأردنية الهاشمية عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، مما أثر بشكل كبير على الموارد والبنية التحتية في البلاد. الأردن تحمل منذ تاريخه وجود لاجئين، وهذا بجوز قدر الأردن بهذا الموضوع. وأنا بعتقد بأنه وجود لاجئين في الأردن أكيد بحملوا مسؤولية كبيرة ومسؤولية اقتصادية أكيد 100%. فموارد الأردن معروف بأنها موارد شحيحة، وقضية أنه يتحمل وجود لاجئين بغض النظر عن الجنسيات ارتفاع عدد التضخم في الأردن، هذا أكيد بيأثر على اقتصاد الأردن وبيأثر على موارده. وأعتقد بأنه الأردن يجب أن يبحث عن وسائل لعلاج هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى، بجوانب الدعم الدولي أو بجوانب أخرى. وسياسة الأردن هي سياسة واضحة، سياسة وسطية قادرة على حل هذه القضايا. يعتبر التواجد الكبير للاجئين في الأردن تحديا كبيرا لقوى العمل المحلية، على الرغم من مساهمة بعض اللاجئين في القوى العاملة، إلا أن هناك تنافسا على فرص العمل في بعض القطاعات، مما يمكن أن يؤثر على معدلات البطالة بين الأردنيين. يعني ما حد يحكي إنه ما في شغل، كل حدا عنده شغل، موجود الشغل، بس كل حد دور. والفكرة باللاجئين إنه هم كانوا أي إشي مثلا أي شغل كانوا يقبلوا فيه ياخدوه، مش زي الشباب اللي عندنا. فما حسيت إنه كتير أثر على الأردنيين إنه بشكل خاص، يعني فيعني زي كأنه ضل نفس الشيء، يعني توازن يعني شوي موجود، ممكن شوي أشياء تانية إنه صار في زي تقل اقتصاد زي ما أنت حكيت، يمكن شوي بس مش كتير أثر. يعني إلهم تأثير كبير طبعا، يعني لو إحنا موجودين لحالنا مخدين حقوقنا بكامل وجه، إحنا حاليا نتقاسم إحنا وياهم بكامل الحقوق بكامل الموارد. فأنا كأردنية لو ما في أخ تاني سوري بقاسمني فأنا ما أخذ حقوقي كاملة، يمكن ما اضطرت إني أفكر باللجوء برا البلد. يعني هم ما بدهم يشتغلوا، في كثير شغل عندنا في الأردن جد، بس مثلا في أشياء إحنا كأردنيين ما بيشتغلوها وجد هاي بتصير، أما السوريين عن جد بأخذ الأشياء اللي يعني ما حد بيشتغلها، فما بحس إنه بطلت. هم الأردنيين ما بدهم يشتغلوا، إنه العدد زاد فبدنا موارد أكثر. بدنا كانوا معتمدين على إشي معين، فجأة جاء مثلا مليون لاجئ مرة واحدة، اللي منهم أخوان السوريين أجوا مرة واحدة دخل البلد، أكيد قلل من الموارد لأنه يعني كمية هائلة، أعداد هائلة، ونسبة الموارد بالأردن محدودة ويدوب مكفي الشعب الأردني. وإحنا أمي واحدة، إذا صار مصيبة في المغرب بنتأثر فيها هون إحنا، يعني هاي دروس إلنا والله. وإحنا إن شاء الله تعالى مش إنها قصة يعني إنه بتأثر الموارد، هي عايشين، هي ما فيش حدا مات من الجوع من عنا والحمد لله رب العالمين، ولا مات من العطش الحمد لله رب العالمين. بس إن شاء الله تعالى دروس على أن نكون متعاضدين وأمي واحدة، هاي الحدود اللي بتفرقنا هي اللي فرقتنا مظبوط. زيادة عدد السكان في الأردن نتيجة وجود اللاجئين أثرت على الموارد البيئية مثل المياه والطاقة، وضغط الطلب على هذه الموارد زاد من التحديات التي تواجه البلاد في تلبية احتياجاتها اليومية بحسب مواطنين. والله لا شك يا سيدي، حتى يعني أي زيادة في السكان بتأثر على موارد أي بلد، وإحنا الزيادة لنا يعني كانت غير طبيعية، وطول عمرها زيادة غير طبيعية في الأردن من خلال اللجوء للأردن، فلا شك أنه راح تأثر على الموارد وخاصة الموارد المائية، بالإضافة إلى موضوع العمالة والبطالة كمان كان في تأثير كمان واضح وكبير جدا. لما بيجي بيدخل على الأردن تقريبا مليون لاجئ بده يكون هذا الإشي مؤثر، على أساس بالبداية كان أنه في دعم دولي للاجئين من مخيمات، من موارد يعني داخل المخيمات، من مواد تموينية، تخلي المجتمع الدولي عنهم أكيد بده أثر على الأردن. الأردن ما عنده قدرة يعني يتحمل، بس الأردن بلد كبير. تعرف الشح بالموارد عندنا، سواء أنه محروقات أو مياه أو عمالة، أثر. إلا أنه الشعب الأردني من طبيعته مضياف، حتى ولو كان على حساب مصلحته. أول شيء على العمالة الأردنية، اثنين على المياه، ثلاثة أزمة السير، شغلات كثيرة يعني مش واحدة وثنتين. مجموع كلاجئين أثر على الشعب الأردني وقطاع الشباب تحديدا، يعني من ناحية عدد البطالة، يعني أنت تعرف عدد البطالة كل سنة قاعد بيزيد أعداد مضاعفة، يعني من حيث سوق العمل، من حيث الوظائف، من حيث الموارد البشرية، أي شيء يعني.
وغير هيك يعني انت عارف كمان يعني اثروا على مخزون يعني حصة الفرد الاردني بكمية المياه، كمية الكهرباء، هذا كله عدد اللاجئين وازدياد عدد اللاجئين داخل المملكة أثر على هذا الشيء، يعني سواء على البطالة أو على الموارد البشرية اللي هي من حقك أنت كمواطن داخل الدولة. يعني على الرغم من تحمل الأردن لأعباء كبيرة جراء استضافة اللاجئين، قد أظهر تفانيا في تلبية احتياجاتهم والعمل على تعزيز التعاون الدولي لمساعدته في هذا الصدد، ومع ذلك يبقى التحدي مستمرا ويتطلب مزيدا من الجهد والموارد للحفاظ على استقرار البلاد ورفاهيتها. راشد المعيطة، الحقيقة الدولية.